المباراة كانت مباراة جميلة، كنا متجهين مباراة التعادل، مع الأسف أخطاء اللي قمنا بهم تخلصوا كاش اللاعبين ديال الجيش الملكي، لاعبين مجربين. المضمون ديال المقابلة كان جيد بالنسبة لنا، كانت مقابلة غادية في التعادل، مع الأسف أخطاء فردية هي اللي كتقتل مباريات. ولكن على العموم هذه مباراة ثالثة، إن شاء الله يكون درس لنا إن شاء الله باش نتفادوا هذه الأخطاء ونشتغلوا على أساس أن الفريق يكون أحسن لأحسن. أنا راه كتحسن بعد الدورات أو نيفو دي جو، ولكن أو دي فيكاسي تاع عندنا مشكل أحسن عندنا. فكر كاش كيف ما ذكرتي المباراة الثالثة هذه بطولة باقة طويلة، وشفنا أننا ضفنا مرات السنة جاب لاعبين جيدين مجربين حدراف شراشم أيس علال، شنو غيكون الأوبجيكتيف تاعكم في البطولة هذه السنة؟ غير المينتال بيتو بوسيبل، الفريق صعد من القسم الوطني الثاني بعد ديجا ضمنوا المكانة ديالنا في أقرب وقت، والهدف ان شاء الله من بعد قطر تسطر على حساب البرنامج اللي حطوا المشروع تاع نهضه الزمالك. سي عزيز ما غامرتيش، يعني شفناك يعني كنتي متعادل قحمتي بعد مهاجمين، يعني حاولت تقلب انت على الهدف تاعك. كنت عارف حنا بغينا نخرج بثلاث نقاط، لان شفنا كاين مساحات في الظهر، وعرفنا بلي الفريق الخصم كذلك تا هو تعب لان عنده مقابلات كثيره، وبغينا نستغلوا لا فرشور ديالنا، ولكن مع الاسف قلت لك الاخطاء خلتنا اننا نخلصوا بكاش المباراه الكره القدميه هذه. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.